بعد انقضاء أكبر تفشي للكوليرا الحاد في العالم عاشته اليمن قبل عامين، تتجدد المخاوف من موجة جديدة للمرض تضرب البلاد هذا العام. بيان مشترك لمنظمتي اليونيسف والصحة العالمية أوضح أنه ومنذ مطلع العام الجاري 2019 وحتى الآن تسببت الكوليرا ب 190 حالة وفاة، فضلاً عن تسجيل نحو 109,000 حالة إصابة بالمرض والإسهال المائي الحاد. ويشكل الأطفال دون سن الخامسة ثلث الضحايا. الارتفاع الحاد في عدد الوفيات وحالات الإصابة التي يتم التبليغ عنها يمكن أن يتضاعف ويزداد الوضع سوءاً بحسب البيان، خاصة مع حلول موسم الأمطار باكراً هذا العام. انهيار أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للاستخدام وشبكات المياه هي أيضاً أسباب ساعدت في انتشار المرض في ظل منظومة صحية متهالكة وعاجزة عن مواجهة الوباء، ناهيك عن عرقلة ميليشيا الحوثي وصول المساعدات والقيود المفروضة على العمليات الإنسانية التي دعا البيان لرفعها. ورغم أن احتواء المرض بالنسبة للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني يعتبر أولوية، إلا أنها عاجزة عن القضاء عليه تماماً، في حين تعتبر هذه الموجة هي الثالثة منذ 2016.